سمعناش بيا كيما العليق ديري اليوم صافي شحال بان يعني حتى واحد ما يعرفه. انا كنت كيف كيف في 40 2014 باه واحد باه واحد يدير سياسه في البلاد لازم كيما قال لك كيما قال لكم سي احمد ويحيى لازم يكون في وسط الشعب لازم يعيش في وسط الشعب. وفي هذه النقطه راني معاك بيا بيا جوكورتا ماسي نيسا أمير عبد القادر بن خلدون بومدين شادلي سي محمد بوضياف كاع الله يرحمه هو يبقى سي عبد العزيز بوتفليقة جزائر كومبلي كاع ولدتي راجل واحد برك شوية شوفوا العربي بن مهيدي ربي يرحمه حاسبة بن بوعلي مصطفى بن بوليد كولونيل عاميروش عبد رمضان بلقاسم كريم سي احمد اي تحمد شويه يا السلطات استعقلوا شويه استعقلوا برك انا ما تمسخروا بالشعب الجزائري وتمسخوا الصوره تاع الجزائر في الخارج ربي يضحكوا علينا يقولوا هذا الرئيس مسكين حاشاكم راه في ليكوش هذا حاشاكم هذا الرئيس مسكين عنده مشوار في فمه يا ودي احترموا الشعب الجزائري احترموا الشهداء اللي ماتوا ربي يرحمهم باش تجيبوا استقلال وانتو مالكم تبسخروا بلال هذا العلم الجزائري بزاف هيا بركات قلنا لكم بلي نسمحوا لكم شاكم باقي زيادة سرقتوا قتلتوا ما خليتوا فيها والو هذا البلاد هاكم شروا العقار في فرنسا في سويسرا في امريكا في بلجيكا وراكم رايحين وين استعقلوا اخرجوا بالباب واسع وخلوا الشبيبة تعيش خلوا الشبيبة تبني مستقبل تاعها وراني هنايا في بلاد الشاويه ما شاء الله في مدينه خنشله على بالكم مدينه خنشله الرصاصه الاولى جات منا في 54 انتوما وين كنتوا انتوما وين كنتوا انتوما كنتوا تخدموا مع فرنسا وعلى بالكم بها انتوما ما درتوش الثوره انتوما انتوما راكم تحكموا اليوم كنتوا مع فرنسا ما درتوش الثوره اللي داروا الثوره ربي يرحمهم كاع ماتوا ابقوا هي الحركه هما راهم يحكموا في البلاد هما راهم يبيعوا الغاز تاع الجزائر 65% من الغاز الطبيعي تاع الجزائر بعتوه لفرنسا حتى ل 2043 طوبى الحركه طوبى الحركه كيما سي يحيى اللي مد 75% من حاسيب ركيل شركه طلياليه الي وي سي يحيى نتايا اللي بعت 75% من الغاز تاع حاسيب ركيل واليوم راك دير روحك تدافع على السياده الوطنيه نتايا اللي بعت البلاد بركات روك بركات ما تستحقوكمش ممكن حتى الشاب جزائري اللي راه باغي بلي نتوما تحكموا اخرجوا من باب واسع ونسمحوا لكم واللي فات مات كيما فرنسا ما حاسبلهاش نتوما فادي ما نحاسبكمش باسكو نتوما خداع نتوما سراقين بصح حنايا عندنا الليف تاعنا فهمتوني ولا لا نتوما ما تسواوش نتوما ماكوش مسلمين
ثم ما تخافوش من ربي، اخرجوا من باب واسع ونسمحوا لكم. شبيبة جزائرية سمح لكم على بالها واش درتوا مع الحركة مساكين. خاوتنا راهم يموتوا في البحر، ورانا في البلاد الخير، بلاد الفلاحة، بلاد الغاز، بلاد البترول، بصح الدوبة الدوبة ما فيكمش كاع الروح الدينية، ما فيكمش كاع الروح الوطنية، ما فيكمش كاع الروح مع الشبيبة الجزائرية. بصح ربي كبير، ربي سبحانه كبير، كيما لا يراني ندافع على مذاقبات في أوروبا، ندافع على الحقوقيين الجزائريين في الجزائر، وندافع على الشبيبة الجزائرية باكي تخرج في الخارج إن شاء الله من القدام بالباسبور الجزائري رأسها مرفوع. القيمة تاع باسبور تطلع، القيمة تاع الدينار تطلع، القيمة تاع الشاب جزائري تطلع، ماشي كي يروحوا لأوروبا يدخلوا في الحبس ولا تشوفوا في المستشفى ميت باسكو مات في بوطي، باسكو توما سلتو في بوطي، توما اللي هرتو البلاد. وربي كبير سبحانه، وربي كبير، ونقولها لكم من مدينة خنشلة، بلاد الزعامة، بلاد الشهداء، بلاد الرجال. والله يهديكم، الله يهديكم، والله يهديكم إن شاء الله. ونعطيكم موعد دوكا أمام البلديات الزعامة في مدينة خنشلة، وشفتوا البارح في باتلة، في أم البواقي، في عربيضة، وقبلها في بوسعادة، في مسيلة، وقبلها 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 في سعيدة، في مسقاليم، في تيجي وزو، في شلة، في محمدية، في معسكر، في تيجي وزو، في بجاية، في خراتة، في القصر، في العلبة، في برج بوريرج، في سطيف، وفي بليدة، ونسيتهم، في حاجوت. هذو هما المستقبل تاع البلاد، وحنايا نعاونوا الشبيبة الجزائرية، نبنوا إن شاء الله دولة القانون لتحمي أي مواطن في هذه البلاد، ومكان حتى واحد يجي فوق القانون، لا رئيس لا المواطن. وهذا الكرسي اللي راكم تبوتوا عليه تاع المرادية، إن شاء الله كي ندوها نكسر هذا الكرسي، وحنا نكونوا في الميدان في 1541 بلدية. والجالية الجزائرية راهي ولاد الجزائر، ولاد العلام الجزائر، ما نديروش فرق بين الجالية الجزائرية والجزائريين في 48 ولاية. وأي واحد نظروا حقه، راكم تسمعوا ولا لا؟ أي واحد نظروا حقه. أنا شبعت معكم ميزيرية، كسرتوا لي ديفي، وذني هذه ما تسمع والو، درتوا لي تحت إقامة جبرية غير قانونية عميل من الدوار، مطار مطار الدوار، درتوا لي 6 قضيات في المحكمة، برميتاي 5 سنين هو ميت من 2014، باسبور تاعي ولا الشيفونة، ما بغيتوش تعاودوه، والأخرى 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 والأخرى. توما ماكمش مسلمين، ما ديروا بكم والو، هذه بلاد مسلمة ما شاء الله، توما فاسدين، توما سراقين، حتى واحد ما راه باغيكم اليوم. بلح قدكم تبلعوا البلديات، تبلعوا البلديات في أم البواقي بالكادلة، كما درتوا الكادلة في المجلس الشعبي الوطني مع بوشارب، عيب عليكم عيب. بلاد الشهداء قلبتوها قلبتوها قربي. اللي ربي شرو المنصب تاع نائب ولا تاع رئيس بلدية بشكرة، هذاك الأفلان ما يمثلش الشعب الجزائري، ما يمثلش ثورة الجزائرية، يمثل خباثة كيما نتوما وسراقين والقتالين اللي هذا البلاد قلبتوها حبس ديكابوتابل كيما قال خونا من باب الواد. حنا نسمحوا لكم، بس ربي ما يسمح لكمش إن شاء الله. وكنوا مصر إن شاء الله قدام البلدية وتشوفوا بعينيكم. حنايا نبقوا سلميين، نبقوا قانونيين، نبقوا ديمقراطيين، ونبقوا حضاريين. حنا ما دخلوناش في البير كما دخلتوا في البير الفيس اللي ربح الانتخابات التشريعيات في 91، ربحها سلميين بالقانون وبالديمقراطية، بصح دخلتوا في البير
وفي هذاك الوقت الفيس ما كانش عنده الحبره في المجال السياسي. صحيح ليا درسنا التاريخ تاع البلاد، فهمنا كي راكم ديروا بالاحساب ومع الشخصيات الوطنيه كي راكم ديروا لهم، تخوفوا فيهم تشروهم. انا ما تشرونيش، الحمد لله تو فا بيان، الحمد لله انا مستحيل ما تشروني انايا. انا كي راكم منعوني الدخول في البلاد كيما درتوها لي من مارسي، طلبتوا من فرنسا بلي ما تخلينيش نطلع في الطياره تاع الجزائر ثلاث سوايع، وانتوما قلتوا فرنسا حبسوه في مارسي، ما يجيش البلاد، ما يجيش بوسعاده، ما يجيش بسيله، ما يجيش الباتله، ما يجيش البلباقي، ما يجيش الخشله. انا جيت لي انا فت على اسبانيا على برشلونه في الليل، وقبل الطياره تاع الصباح تاع الخمسه بها وصلت الجزائر، وقالوا لي واش راك تروح دير البلاد؟ قلت لهم خالتي راهي مريضه مسكينه. صباح الخير. صباح النور. هزوا الفلاك واش راك؟ مرحبا بكم في خشله. الله يسلمك ويعطيك الصحه. صباح. والله رحمه ربي، روحوا البلديه مرحبا بك. ما عفرتم ان شاء الله صحيتوا. ايوا حتى قلت لهم بلي خالتي راه مريضه، خلوني نطلع في الطياره. ماشي عيب عليكم انتوما؟ واش تكونوا؟ ما تمنعوا جزائري ما يدخل في بلاده بالباسبور الجزائري، وعلى بالكم بلي انا الواحد برك في العالم اللي تنازل على جنسيه فرنسيه في 2013، ما كان حتى واحد يدرها في العالم. انا الوحيد في العالم، وعلى بالكم ماشي بلي واحد يكون انا بصح لازم نقول لكم اي واحد يفهم، شفتوا هذو السلطات هذو اللي راهم يخرجوا في الدعايات، انا الوحيد في العالم اللي راني ندافع ونخلص على المناقبات في اوروبا من 2010 في فرنسا، في بلجيكا، في سويسرا، في النمسا، في المانيا، في الدنمارك، في هولندا، في بلغاريا، في ايطاليا، ما كان حتى واحد يدارها. مليار و400 مليون مسلم، ما كان حتى واحد يدار الضربه هذه، وانتوما راكم تشكوا في الروح الوطنيه تاعي ولا في الروح الدينيه تاعي. الحقوني برك، الحقوني برك وهضروا معايا من بعد. كان عندي 26 سنه، ما كان حتى واحد يدار كتاب مع الرئيس تاع الملكيه تاع فرنسا تاع اليابان تاع ايطاليا تاع كندا تاع انجليز تاع المان، شكون اللي دارها؟ شكون؟ توما؟ توما الباكو ما عندكمش يا عباد الله، الباكو ما عندكمش. ما كان حتى جزائري اللي كان الرئيس اللي كان عنده البكالوريا، وانتوما بغيتوا تلحقوني، انتوما بغيتوا تلحقوني. شكون اللي دار كتاب مع رؤساء في العالم الكبار؟ انتوما مستوى هابط كومبلي، هابط كومبلي. واش تكونوا انتوما؟ البلاد قلبتوها عالم الثالث ولا الرابع، راهي الزيرو في الزيرو. انتوما بغيتوا تلحقوني. الله يحفظك يا خويا، صباح الخير. صباح النور. واش رايك؟ راني معاك. الله يستر، الله يسترك خويا، الله يحفظك. انت راك معنا. هادي معاكم هنايا. ونبدلوا. شوف. انا باغي نبدلوا، باغي نغيروا. ان شاء الله. باغي والو. سيد ميين برك. سيد ميين، باغي نغيروا، انا معاك. بارك الله فيك. واللي جا مرحبا به، المهم نبدلوا ونغيروا. بدي يديك خويا، يعطيك الصحة. بارك الله فيك. والعداس الخمسة واش رايك فيها؟ ما حناش ما سمعوش فيها كاع. يعطيك الصحة. والله ما سمعوا بها، وما سمعوش فيهم. يبغوا نديروه. هادي جاي، هادي جاي. حنا معاك. حنا معاك ديما معاك. السلام عليكم، بون كوراج. خليه يفوت، خليه يفوت، معليش خليه يفوت. معليش. فوت 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 خويا فوت، خليه يفوت، خليه يفوت، خليه يفوت. الله غالب. صحيت خويا، الله يحفظك. البلدية خويا، البلدية. كل الصباح نستناو فيك. السبحوا الله بس. رانا ما ركبناش اخويا. رانا من الصباح نستناو فيك. بارك الله فيكم. رانا معاك. يعطيكم الصحة. إن شاء الله يا ربي. بارك الله فيكم. ربي يطول في الصحة. ليزوم. أجل ليزوم. ربي يحفظك. أمين إن شاء الله، الله يستركم. هاكم تشوفوا ولا لا؟ بكل شفافية. بكل شفافية. أنا ما نخبيش روحي كيما هذو نحسبوا. صلى. هيا بسم الله. هيا بسم الله. بسم الله يا ربي. هيا بسم الله خويا. سلم عليك يا خويا. واش ربي يطول لك في عمرك. الله يحفظك.